موجز لأهم الأنباء نقدمه لكم من شوف تي في، أهلا بكم. عرضت الحكومة الإسبانية مساعدة عاجلة على المغرب على إثر الأمطار الغزيرة التي تهطلت نهاية الأسبوع على جنوب المملكة وأسفرت عن أضرار جسيمة سببتها هذه التساقطات، بحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصدر رسمي اليوم بمدريد. بلغوا لوزارة شؤون الخارجية والتعاون الإسبانية أوضحت أن هذه المساعدة تندرج في إطار التعاون العسكري بين البلدين. وارتباطا بفاجعة جولميم، توصلت شوف تي في بشريط فيديو يبين مدى وعورة الوادي الذي تسبب في وفاة حوالي 32 شخصا وسط اندهاش ساكنة المنطقة. لنتابع الشريط. ما شاء الله ما شاء الله واو، شوف القنطره مشات يا فاطمه. سبحان الله ما شاء الله مغطي يا فاطمه. هي مغطي. قال الحسين يعبد رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية في تصريح لشوف تي في إن الحالة العامة للبلاد ستعود إلى الاستقرار يوم غد الثلاثاء أو اليوم الثلاثاء والأربعاء، مضيفا على أنه ابتداء من يوم الخميس المقبل ستعرف البلاد عودة اضطراب جديد محمل بأمطار وزخات رعدية قوية. لنسمع له في هذا الإطار متحدثا لحنان حارث. الثلاثاء والأربعاء سيكون الطقس مستقرا بحول الله بوسط وكذلك جنوب البلاد. بعض الأمطار الضعيفة ممكن أن تهم السهول الأطلسية الشمالية، وابتداء من يوم الخميس بحول الله خاصة ليلة الأربعاء والخميس سيهم بلادنا اضطراب جوي جديد محمل بأمطار وزخات مطرية رعدية بكل من كذلك السواحل الأطلسية الغربية شمال وسط شرق البلاد. وهذا الاضطراب الجوي سيعطي امطار تكون تقريبا عامه في المغرب، وممكن ان يعطي بعض التساقطات المطريه القويه خاصه بوسط البلاد وكذلك مرتفعات الاطلس الصغير وكذلك الكبير، وكذلك سيعطي اضطراب جوي تساقطات ثلجيه مهمه بمرتفعات الاطلس التي تتعدى 1700 متر. هذه الامطار كذلك مقروله برياح قوية قد تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة خاصة خلال يوم الخميس والجمعة بكل من السواحل الأطلسية، فمزيدا من الحيطة والحذر ويرجى اجتناب الأودية. المهم بالنسبة لهذا التساقطات اللي عرفت بلادنا، فإعزاء السبب ديالها هو واحد منخفض جوي اللي مر خلال يعني تقريبا في نهاية الأسبوع الماضي اللي مر تقريبا شمال أقاليمنا الجنوبية وامتد خلال يوم السبت وكذلك الجمعة في جنوب ووسط البلاد، وأعطى تساقطات مطرية في المعدل وصلت من 60 حتى 120 ملم. بالنسبة لهذه التساقطات المطرية كذلك غتشكل واحد غادي تشكل مهمة بالنسبة اللي ممكن أنها تعوض العجز المسجل على المستوى مناطق ديال الجنوب ووسط البلاد. بالنسبة للمجموع يعني تقريبا التساقطات المطرية اللي عرفناها خلال هذه الفترة، فمثلا كمثال جولميم وصلنا مثلا خلال هذه الثلاث أيام الأخيرة 120 ملم، فبالنسبة للمعدل ديال جولميم في هذه الفترة راه هي 17 ملم، وبالتالي فهو 7 مرات المعدل اللي كيكون. وكذلك بالنسبة للعيون وعدة مناطق اللي هي جنوبية ووسطى للبلاد. تستعد المدينة الحمراء مراكش لاحتضان أرقى تظاهرات حقوقية عالمية تجمع أزيد من 5000 مشارك من 94 دولة، وذلك في إطار الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان التي ستنعقد ما بين 27 و30 نوفمبر بمراكش تحت رعاية الملكية.
في شأن القضائي، رفضت غرفة الجنائيات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط تمتيع متهمين من بينهم 4 عناصر أمنية من الفرقة الوطنية الشرطة القضائية بصلاح مؤقت يتابعون من أجل تهم الاحتجاز والتعذيب وتلقي رشوة وشطط في استعمال السلطة، وتقرر إرجاء البت في الملف إلى غاية 22 دجنبر المقبل حسب ما نقلت وكالة المغربي العربي للأنباء. دوليا، وفي الخبر العربي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم القبض على 4 أشخاص متورطين في الهجوم الذي أسفر في مطلع نوفمبر الجاري عن مقتل 7 أشخاص من الشيعة وإصابة 13 آخرين في قرية الدالو بمحافظة الأحساء شرق البلاد. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية قوله إن الجهات الأمنية المختصة باشرت التحقيق في هذا الحادث الأليم في عدة محافظات من المملكة، ما مكن من تفكيك شبكة إجرامية من 77 شخصا يرتبط رأسها بتنظيم داعش الإرهابية. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الإخباري، نشكركم طيب المتابعة، في أمان الله.